السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. معاكم أخوكم مروان منصور من قناة أسرار الزراعة. شجرة الزيتون البرية اللي نزرعها من خلال البذور بعد ما يصير عمرها سنتين أو سنة ونص لازم نقلمها من وسط الساق ونطعمها حتى تعطينا ثمار بكثافة وتكون جودة الثمار عالية، لأن شجرة الزيتون اللي نزرعها من خلال البذور لو ما طعمناها راح تكون شجرة برية ما راح تحمل ثمار لأكثر من 10 سنين، وما راح تحمل ثمار ذا جودة عالية في حال أنتجت بعد مدة طويلة. لذلك شجرة الزيتون اللي نزرعها من خلال البذور بعد ما يصير عمر الشجرة سنتين لازم نقلم الشجرة ونطعمها حتى تعطينا ثمار بكثافة وتكون جودة الثمار عالية. وبعدة طرق لتطعيم شجرة الزيتون، نقدر نطعم شجرة الزيتون من خلال الرقع أو العين، ونقدر نطعم شجرة الزيتون من خلال الأقلام. وبالنسبة لمواعيد تطعيم أشجار الزيتون يبدأ بالربيع بشهر نيسان حتى منتصف أو نهاية شهر حزيران. وشجرة الزيتون احنا بإمكاننا نطعمها لعدة أسباب وغايات. احنا إذا كانت عندنا شجرة الزيتون كبيرة وما تحمل ثمار بإمكاننا نطعمها من شجرة تكون تحمل ثمار بكثافة، وأيضا احنا بإمكاننا نطعم شجرة الزيتون إذا كانت شجرة الزيتون عندنا حاملة ثمار بكثافة لكن الثمار صغيرة وما فيها هبر. احنا أيضا بإمكاننا نطعمها من شجرة تكون مثمرة ثمارها غنية بالزيوت. يعني تطعيم شجرة الزيتون مو فقط للأشجار البرية، نقدر نطعم مشان نغير الأصناف، ونقدر نطعم مشان نغير إلى نوعيات أحسن، ونقدر نطعم على أنواع مقاومة للأمراض. وإن شاء الله بحلقات قادمة أعلمكم طريقة تطعيم شجرة الزيتون من خلال الأقلام. وصلنا لنهاية الحلقة، إن شاء الله تكونون استفدتم من هذا الفيديو ولو بمعلومة واحدة. أتمنى منكم الاشتراك في القناة كنوع من الدعم. كان معاكم أخوكم مروان منصور من قناة أسرار الزراعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.